وماذا عن مساوئ الشهوة؟ الصبر عن الشهوة أسهل من الصبر على ما توجبه الشهوة، فإن الشهوة إما أن توجب ألماً وعقوبة، وإما أن تقطع لذة أكمل منها، وإما أن تضيع وقتاً ضياعه حسرة وندم، وإما أن تذهب مالاً بقاؤه خير من ذهابه، وإما أن تسلب نعمة بقاؤها ألذ وأطيب من قضاء الشهوة، وإما أن تجلب هماً وغماً وحزناً وخوفاً، وهذا لا يقارب الشهوة، وإما أن تنسي علماً ذكره ألذ من نيل الشهوة، وإما أن تشمت عدواً وتحزن ولياً، وإما أن تقطع نعمة مقبلة، وإما أن تحدث عيباً يبقى صفة لا تزول.